هات يا حكيم. أهلين، وين المريض؟ مو على أساس في مريض هون؟ ليش جايبيني؟ روح حكيم، روح. خلينا نحكي هالكلمتين اللي نحكيهم على رواق. اهدى. رح اهدى، بس بالأول بتقلولي ليش جايبيني لهون؟ جايبينك لحتى نطمن منك على صحة المتصاوب اللي جابوه مبارح على الخستخانة اللي عندك. قصدك هذا الشاب اللي كان عم جابه الفرنساوي؟ هو بعينه. شو وضعه حكيم؟ هتقلولي من الأول إنكم من جماعته. هلا طمنا شو وضعه حكيم؟ الحمد لله الحمد لله، وضعه وصحته تحسنوا كتير. ايه بس اللي وصلني غير هيك حكيم. أنا قلت له يعمل حاله منتي وخلصان مشان ما يرحلوه على سجن الحاكمية. الله محيي أصلك، تسلم. هذا واجبنا مع كل الوطنيين. كتر الله خيرك يا حكيم، بس بدنا نطلب منك تساعدنا نطلع من الخستخانة زكاتك. لعيونك، أنا معكم للموت، بس أنا برأيي نتريس شوي ليندمل جرحه.